جزاكم الله خيرا. تقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع، من ضمنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وأنا يا فضيلة الشيخ، والدي هو الذي يصرف علي، فهل أسأل من أين اكتسبت هذا المال؟ جزاكم الله خيرا. السؤال يكون على الوالد، أما أنت فليس عليك سؤال، لأنك بحاجة إلى الإنفاق وهو ينفق عليك وهو المسؤول عن ذلك.